عرفني بدون ايم يعني اقول لك ليش شايف هدول الجماعه نامين. هلا نحن محصول المقشات منبلش فيه زرع لحتى ينتهي بده من الاربع اشهر يعني تقريبا اربع اشهر. اذا ما في ديون بعد منا عاد مرحله ثانيه بناخده بنبرشه وننشره بهالارض اربع خمس ايام بنرجع بناخده عاد. في ناس بتاخده لعند التاجر. بهالاوضاع الراهنه حاليا ما في كهرباء، ما في شغلات، في يعني عده مصالح وقفت، ما صفي العالم. انا مصلحتي ما وقفت، ليش؟ لان كونها يدويه ما لها علاقه لا بآله لا بكهرباء لا بمحروقات، ما لها علاقه بشيء نهائيا. منو بعدتي بسيطه كثير كثير بحملها بايدي عدتي وخلصنا انتهينا.